السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا اليوم رجعنا فيديو جديد، واليوم الجو ما شاء الله كلش حلو. اليوم شمس والجو يعني مو بارد، فقلت ليش ما اسوي فيديو ما طول الجو مو بارد. ومثل ما تشوفون طبعا الدراجة الهوائية او البايسيكل مثل ما يسموه. هسه حاليا راح اطلع ان شاء الله واصور لكم، نروح نفطر وندور اماكن حلوه، فخليكم متابعين الفيديو. وقبل لا يبدي اذا ما مشترك بالقناه اشترك وخلي لايك، ويلا نبدي. فهسه ناخذ الجلوب مالتي ندخله هنا، والجنطه محضرها فنخليه بالنص ونسدها ونطلع بالبايسكل. شوف المنطقه مالتي عاليه عن المناطق البقيه، شوف هسه راح تلاقيني نزله وذاك مركز المدينه، فانا بيت صاير عالي عن المدينه كلها هاي. حاليا توقفت في هذا الجراج مع السيارات، واريد اروح النقطة تبعد منها تقريبا 10 دقائق او 12 دقيقة. فهسه خل اشوفكم اياها على الجي بي اس. طبعا هسه انا حاليا هنا هاي النقطة الزرقاء، هسه انا راح اطلع على هذا الشارع كله، اخلص هذا الشارع الاصفر حاليا ايدي عليه، وبعدين امشي واوصل لازم الهاي. فخلي نشوف كم دقيقة واقدر اوصل لها. 12 دقيقة. الحل البايسكلات من يمشون بالشارع لهم احترام اكثر من السيارات. راح افوتكم على هذه المنطقه، بيوتها كلش حلوه وفخمه وغاليه همين. فهسه راح نفتر بيها ان شاء الله شويه، بعدين نكمل طريقنا على الجي بي اس. طبعا هنا البيوت كلش غاليه، يعني بحيث هذا البيت يمكن 500,000 دولار سعره هذا الركن، لان هاي المنطقه محميه من قبل الشرطه وخدماتها كلش زينه. طبعا هذه بالصيف كلها تصير مناطق خضراء على الاشجار، هسه شكلهن يعني مو حلو، بس بالصيف هاي المناطق ولا ودك تطلع منها. تعبت حيل، قلت خلي شوي ارتاح هنا وراها اكمل، لان اكو صعده صعدتها كلش قويه. هذا الشارع مع الباسكلات يطلع من جوه، من جوه هذا الشارع مع السيارات ويروح هيج. فهسه انا راح اطلع هيج ونقول يا الله خلنا ننزل بايسكل. والله هذه خوش فكره، خليت البايسكل بنص هايه وهو جاي يجرني. طبعا هي حتى هاي خاليه للبايسكلات تعتقد، نزل عليها بايسكلك. نطلع من هذا لو منا، بس انا افضل خلينا نطلع منا حتى هذه تبني على البيت مالتنا. الحمد لله طلع بهذا الشارع اكو ناس. طبعا شوفوا وين جيت المكان هذا، اول مرة اجي، حتى اول مرة اشوف هذا الملعب الصراحة. طبعا المدينة طالعة كلش حلوة منا، وهنا خلي لك قاعدة تقدر تقعد وتباوع على هاي المناظر الحلوة. الضوء طبعا يوصل، بس شوفوا شوفوا ذاك ابو جامته، ذاك اللاعب اللي بالنص هاي ابو جامته مشتغله، باع منه ضوء عليه تشتغل ابو جامته. طبعا هاي منطقه كامله مسويها بس للطلاب، هذني كلهن مدارس، وهذني المدارس تدفع فلوس يلا تدخل بيها. حاليا دنيا مغرب وانا جاي افتر بصف القبور، وان شاء الله ما يطلع لنا شيء.
طبعا هذه مقبرة قديمة حيل، وحاليا رجعت للبيت بعد هاي الفرة الطويلة. تعبت يدي طبعا من البايسكيل ورجلي همين، قلت شوي خل اروح اريح بالبيت وراها اطلع. فهسه الحمد لله اكلت وكملت، فهسه راح نطلع وراح اصور لكم شوارع امريكا بالليل، لان اكثر الناس يقولون انه امريكا شوارعها بالليل خطره حيل. فهذا الشيء غلط، انه اكو شوارع خطره صحيح ما مجبور تروح عليها، فاكو شوارع لا امان، يعني حتى اذا تمشي بالليل، حتى اذا الساعه 3 بالليل او 2 بالليل عادي تمشي وماكو اي خطوره عليك. طبعا حاليا طلعت من البيت مالتنا وماكو ضوء بالشارع، رتوقع ماكو ضوء بالشارع، فهذا الباب نفتحه هيجي بس كل ما يطلع لنا شيء ان شاء الله. هم التليفون. طبعا هذه المنطقة اللي احنا ساكنين بيها هادية وما بيها اي مشاكل، يعني كل الناس اللي ساكنين هنا محترمين وما لهم اي شغلة بغيرهم. طبعا انا جاي اصور واضوي، حاس نفسي انه انا شرطي، لان الشرطة هنا يلزمون مثل هذا الضوء ويفترون بالمناطق. طبعا هذه المناطق اللي راح تجي ما راح استعمل بيها لايت هواي لان بيها اضوية. طبعا هذه الشوارع كلها طسات وما حد يعمرها، لا الدولة تعمرها ولا الناس يعمروها، لان هاي البيوت اللي هنا بيوت مال الفقراء، ما يدفعون ضريبة للدولة حتى الدولة تعمر لهم الشوارع. حاليا ظهر ترصطين لان ما عندي واقية، نزلت رصيف والله ما شفت الرصيف، بدت اقول حاليا ظهر ترصطين لان ما عندي واقيات على التاير، فالتاير شمر الطين كله على ظهري. طبعا انا حاليا بمركز المدينه بالداون تاون. طبعا هنا الشعب كلش يحترم سياره الاسعاف، كلها توقف لها. صوته كلش مزعج، كل ما يتأخر الوقت بالليل تصير الدنيا باردة، فشوي شوي جاي تصير باردة، فعادي أنا مستمر إن شاء الله. طبعا هسان حاليا جوا هاي المبنى العالية، شوفوها شعلواتها، والله أني أتخبر من المباني العالية أو المرتفعات، كلش كلش أخاف منها. ما أخاف لا من الظلمة ولا من الأماكن المهجورة، لكن أخاف من المرتفعات. حاليا انا جاي عبر الشارع، على الاشارة لازم اعبر، اذا تندعم وانت ما عابر على الاشارة فهذا السبب سببك مو سبب ابو السيارة اذا دعمك. امريكا تمشي بس بالقانون، يعني انت القانون يوقفك عند حدك، حتى اذا كنت رئيس الوزراء، حتى رئيس الوزراء الامريكي عليه قوانين وعقوبات اذا يسوي مخالفة. حاليا اجيت على النهر، والنهر ما شاء الله صاعد المي مالته حيل، فتعالوا شوفوا. طبعا هذن الانهر يبنوهن بنص المدن حتى اذا يصير فيضانات او يصير مطر قوي هذا المي كله يروح بهذا النهر.
حاليا ريحة الزفر مع السمك واصلة فول، لان هذا النهر كله سمك. اذا تذكرون بداية القناة كنت اصور انا وابو علا وجوه ذاك الجسر نصيد سمك. تعالوا خل اوديكم على ذولاك الاشخاص اللي قدام جاي يزلجون بالثلج، خلينا نروح نشوفهم شلون يلعبون. Nice dog, man. She's friendly. She won't hurt you. Holy. He wanna bite me. No, no, no. Oh, friendly? Yeah, she likes to give hugs. Hugs. Hugs and kisses. Hug. Go like this. Yeah, there you go. She give you a hug. Yeah, there you go. There you go. ضباب، دخان، شي محترق، والله صراحة ما ادري. خل نروح نشوف. خل نمشي نطب من هناك، والله كريم، انا ما طاب قبل هناك. طبعا هاي المدينة مالتنا اللي احنا ساكنين بيها قديمة حيل. طبعا هذا الجسر قبل كان مثل هذا، فبعدين فلشوه وبنوا هذا الجديد. المدينة اللي ساكن بها اني ميتة، ما بيها اي ناس يطلعون ويفترون بالشوارع، بس بالصيف تلقاهم بمناطق يعني مثلا مول او متنزه، هيك مثل هاي الاشياء. امريكا بيها من كل دول العالم اشخاص، يعني مرات التقي باشخاص يقولوا لي احنا من هيك فلان دولة، حتى الدولة ما اعرف اسمها، يعني ما سامع بيها قبل. فراح تشوفوا الصين واليابان وتشاينا، تشاينا هي الصين نفسها، الهند، كوريا، تايوان، اي دوله. طبعا حاليا انا جوا هاي الكنيسه، اول ما اجينا لامريكا خلونا نداوم بيها، تقريبا داومنا 3 اشهر نتعلم لغه انجليزيه ببلاش. راح اوصل للبيت باقل من ثانيه وحده. شوف شلون قلت لكم راح اوصل باقل من ثانيه. هاي سيارتي شوفوها، هسه حاليا راح اروح اطب البيت لان تعبت، بس نسيت البايسكل، خل اروح اطب وبجوي. واللي هنا وصل لنهاية هذا الفيديو، ان شاء الله هذا الفيديو عجبكم، واكيد اذا عجبكم لايك، واللي ما في القناة تشترك، ضيفوني على انستغرام وعلى سناب شات، وكتبوا لي بالتعليقات الفيديوهات القادمة شو تحبون تشوفون، ويلا مع السلامة.